اي زول الدار اشتكينا اللي اشتكينا حسي ده نوديه للحكومه ذاته والحكومه الفرنسيه والسودانيه والعالم كله يناقش الحكومه التشاديه بانه الكرت الدنديتي ده قبطنا في السودان. انت لسه شفت حاجه؟ انا زاد العساكر ديل ما شغال انسان، العساكر ديل المفروض يضربوا بالحديد والنار، يضربوا بالحديد والنار يقبضون جد والله. لو ما تروا التشاديين كلهم تفلي في وشي. تحياتنا لدولة التشاد، وتشاتي يا أختي بلادي، وتشاتي يا حبيبة، وما عندنا أي مشكلة. 20 سنة نحن قاعدين في الأراضي التشادية، والتشادين على رأسي، بعرفوا التشادين الناس الأحرار، بعرفوا كويس إنه أنا قاعد أتكلم في المرتزقة الجنجويد التشادين، ما قاعد أتكلم في دولة التشاد كدولة، ولا قاعد أتكلم في الشعب التشادي، لكن الشعب التشادي البلاكات منهم مهددين. بهددوا. حتى الحكومة ذاته بيهددوا، ما تخافوا يا جماعة، قولوا كلمة حق. ما تخافوا اخواننا البلاكات في تشاد بيحددوهم حتى لو قاعدين في الاتحاد الاوروبي، لو قال كلام، لو قال كلمه حق، لو رجع تشاد بيقتلوه. والله جد انا اكون معك واضح، انا لله وانا اليه راجعون. تخاف من منو؟ ما في الرسول ده امه ولدته بدون دم وذبابه في ملابسه مبتري ما، وانت لو قعدت 500 سنه حتموت، تخاف من شنو؟ قول كلامك وموت. اكون معك واضح. طيب شايفين الخرتيت ده يا جماعه؟ الناس اللي انضموا لنا حسي ده الزول الخرتيت ده يا هدى، ده البزغ الأربرب القمام الميت الفسيخ ده يا هدى. والله يا جماعة والله أنا خيته، والله أعلم أنا مالي جيت تشادي يعني بغل زي ده، تشادي بغل زي ده إلا جنجويتي، وتشادي يجي ينكر الجنجويت حطب زي ده وذاته زول ده بلاك يعني بلاك. لكن يا هدى يعني الحكومة السودانية في تشاد ما في عسكري تشادي وما في إنساني تشادي عبر التاريخ يقتل مرأة، يغتصب مرأة، ولا يقتل لها سخير صغير، ولا يتش الجيش السوداني. دربتهم انتو، شلتهم انتو، لقطتهم انتو، وهسا انقلب السير على الصاير. ضرب الله الظالم بالظالم، قتل اكبر ظالم. انت اول حاجه انت ما عندك دين ولا بتخاف الله. الزول اللي بيخاف الله ده بيقول كلمه حق ان شاء الله لابوه ولا لامه. امك دي تديها ظهرك زي ده تقول كلمه حق. بعد ذاك كان دارت طق راسها بالحيطة تطقه كويس. يبلغن إحدكن الكبر وكلاهما بجناح الظل من الرحمة وقف جناح الظل قل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرة. من أحترم جدا مخدتم راس تاج 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 راسنا أمهاتنا وأبهاتنا، لكن بنقول كلمة حق. ده منافق كبير، ما في تشادي لهلوه تقدر ده ما قادر يتنفس، كذاب ومنافق ودجال واحد. يا هو ده انا رديت عليك، ابقى راجل زي بتاع الدمازين ده برد عليه، ده كارتي دندتي ما دندني اول حاجه. ما دندني انا ما عارف ذات اللغه دي انتوا بتنطقوها كيف. ما بنجور بنجوخ ما بنسوار بنسواخ. ايوه بغلف ونصف ونصف. ف وكنت بيقول امريكا لكندا لاسرائيل كلهم الخواجات مسكوا راسهم ده. أعوذ بالله من هؤلاء القطرة. الخواجات دي ذات مشكلة، في واحدين منهم يعني مش كويسين والله، هم ذاتوا خطوا يدهم في راسهم. قالوا مرة التاريخ نحن ما شفنا يعني ناس نتنين بالطريقة دي. أنت ما تفتكر نفسك أنت زول، أنت وسخ يا زول، أنت أعفن شفته وأنت أجبن من فحر. طيب نمشي قدام شوية، نمشي قدام شوية، نمشي قدام شوية، تمام؟ نمشي قدام شوية. جايك قد برلين، أنا جايك ما نسيته. شوف شوف الاحتلال بتاع البيوت، تطلع يا تطلع يا أنا قلت لك. أنتوا مفتكرين أنتوا نفسكم رجال؟ أنتوا تحت الواطبة، أنتوا تحت البلاط، أنتوا عبارة عن نفايات، أنتوا عبارة عن بزق، أنتوا عبارة عن قمامة، أنتوا عبارة عن مويت فسيخ. أنتوا ما بشر، أنتوا خونة، أنتوا خسيسين، انتوا ما عندكم دين، انتوا ما عندكم رحمه، انتوا ما مسلمين، ولا عندكم علاقه بالاسلام ولا بالمسيحيه ولا باليهوديه، انتوا عباره عن حموله في الارض، انتوا قتله، انتوا مجرمين، انتوا الله اكبر عليكم. طيب نمشي قدام شويه، دق الليله ندقهم لك دق دخن، اما قدرت اقل ادبك قلت لي ما في تجارين. ها ادله بالشوالات، ادله بس، ادله انكر الكرت الدندتي ده، ما دندتي، دندتي، اتنسيوه. نمشي قدام شوية، نمشي قدام نبل ملك بل تقيل الناس ديل عشان تعرفهم شبكة. أما قدام زفت الطين ولا القاعد في السودان ولا القاعد ديل لازم يصلبوا وينفوا من الأرض.
لو علي انا تلمهم كلهم من الدول ده تشيلهم تكبهم في البحر الابيض المتوسط، تقول لهم ابقوا مارجين طص في المجتمع الدولي يا زلمه. ده ما بشر. طيب نمشي قدام شويه، دك دك قال لنا دك من طرف. طيب طيب نمشي قدام. ده انا بجيب لك ناس كردفان برضه، انا ناس كردفان برضه هنا في جزء منهم قتله، وذكرتوني نقطه مهمه. الناس تعمل شير، عصر الشير ده خليه يمشي، لسه انا ما جيت في اللايف، لسه انا ما جيت ذاته. عصر اللايف ده يمشي، حتى القتله من ابناء كردفان ديل سودانيين ومن ابناء يا جماعه. انا اقول لكم حاجه، الناس شايفينهم قاعدين في الجنينه وقاعدين في 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 ضواحيه وقاعدين في في زالنجي وقاعدين في نيالا، ديل كلهم ما سودانيين. اديك تاخذ كلهم تشادين دوم انتشار، ما عندهم اي زول يقول لك انا عربيني هنا في دارفور. يا اخويا دارفور تتكلم كيف؟ طب نجوم مخك ولا شو؟ ما في زول عنده وطه هناك على الاطلاق، ولا تقول لي في كردفان، ولا تقول لي الضحيل، ولا تقول لي زفت الطين. انت ما عندك وطه ابدا، ما عندك، ما عندك. الشماليين اصلا اصولهم بيرجع للنوبيين، عندهم وطه. انت اي زول، اي زول في السودان ده الاقليم اللي قاعد فوقه ما عندك روابط كده مع الناس ده، انت ما سوداني، ما عندك علاقه بالسودان. انت قاعد في كردفان ما عندك علاقه بالنوبه زي ده مربوط بين، انت ما عندك علاقه بالسودان، جيت جايه. عشان كده خلوا باقي عقابهم هنا، ديلك اتفقوا مع ديل طلعوا ميتين ابو هنا، عاصي الدوله كان معاكم صح؟ اي مسجل في بيتك مرتين. الناس ديل ما خليهم يرتاحوا معاكم، اول حاجه ده كردفاني، ده من كردفان. نحن والله اي لكنه بنعرفها، ده من كردفان. جنجويتي من كردفان، عرفتوا كلامي؟ ووسخ الثقافة. قلت لك نفس الزول الكاتل ولدك شال روح الفاتحة وقلدها، نفس الكلب في رقبته بلادها، نفس الكلب، نفس الوسخ. وإذا الجنجويتي الموجود في تشاد والنيجر والقاعد في السودان ما سليميمشوس أو ما سمسم، معناته يبقى ده ما جنجويتي. يعني ده مين كردفان وسوداني؟ موضوعته سوداني، جاو جاي يعني الله جعل تمام. فنفس التصرف بتاع الجنجويتي ده بيقول لك يعني الزول في الخرطوم ده اشترى الثلاجه ده حق ابوه وحق ابوه ذاته بأرب جبينه اشتراه. انت ما تمشي تشتري ثلاجه بكم؟ هي غاليه يعني؟ هي الثلاجه غاليه؟ كويس؟ قال لك الناس دي قاعدين يشربوا مويه بارده وكده كده والناس دي ما خليهم يشربوا معاكم. تخيل انت قاعد تفهم زي واد ابوك ده، زي عيسى مدريدي ده، يعني يتخيلوا. شفت اولاد الكلب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني عليك بنكرر لكم الفيديو ده، اشتغل بعرق جبينه، وصل لك كهرباء، واجيب لك ثلاجه، الثلاجه ارخص حاجه الثلاجه، جيب ثلاجه واشرب لك مويه. في خرابه، في كردفانين كتار قاعدين في الخرطوم وعندهم ثلاجات بيشربوا المويه، بزاد المويه بتاع الثلاجه بيسوي حلق، يعني اخرت جاب مويه طبيعيه. تمام؟ يعني حاخدين للناس اللي عندهم ثلاجات والقاعدين ياكلوا ويشربوا. قال لنا ده ما تخلوهم يرتاحوا ما ابو سوي. ده برضه نفس الجنجويت اللي قاعد جاب انتشاد والنيجر ده ما هو قلت لك اذا ما كان نفس تصرفه ونفس عقليته يبقى ده ما جنجويت ذاته. والله جد بوريك والله نحن كلامنا ده نكب دبر عندها بس. ويب ويب نجد ومع رقيقه تنقطي مع رهيبه تنقطي. انا لله وانا اليه راجعون. ايماننا قاتل بالله انه نحن في النهايه بنرهن من الدنيا، بنرهن من الدنيا. عشان كده ما قاعدين نبالي. ويا زول جبان وسخ ما ادري يقول كلمه حق، ده بموت فطيس. انا احنا بنقعد في الدنيا دي 500 سنه بنكون قاعدين كده بحلقومه، لكن اي زول خسيس وجبان وسخ انت بتموت اول زول. اي زول جبان، انا ما قصدي للابطال، الابطال هي ليه، لكن اي زول جبان انت مش جبان والله تموت. قول كلمة حق، قول والله ناس الدنيا لو أتوا أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء. ناس الدنيا مش ناس السودان، ناس الدنيا كلهم لو أتوا أن يضروك بشيء ما بقدروا. قول كلمة حق. أفضل الجنجويت الكون كده شفته في الميديا دي لما نتكيف وزاد. طيب نمشي قدام شوية، نمشي قدام شوية. تحياتنا للدعم، تحياتنا للناس اللي قاعدة يدعموا النجمة، النجمة دي لأنه الله الصفحة شايفين أبراهيم قاعد يقفلوا له صفحاته كثير، لكن الدعم حقكم ده بالنجوم ده مثبت الصفحه ثبات والله ما تتخيلوا. هاي صي انا بقطع طلط وكوبري واي شيء، لكن كلمه حق ده بجي بقولها بدعمكم انتوا بشغلكم انتوا. الله يفتح حقكم انتوا، ثبتوا عشان نردم الوسخ والعفن والرمم. في واحد كده من كردفان جنجويتي طبعا، تحياتنا للجيش،
تحياتنا للطيران، شكرا لكم، رغم انه نحن نبهناكم لكن بننتظر طبعا، لازم نصبر. نبهنا الجيش انه لازم يدوروا الطيران يمشوا دارفور، دارفور كله دقوا دارفور ده جت محله قادر يجوي. ما تركزوا كثير، ما تركزوا كثير. والبوابه الغربيه نحن تكلمنا وكوركنا في البوابه الغربيه لغرض واحد بس، القرض اللي هو ان احنا مشكلتنا هناك في جنجويد متخزنين. اذا دقيتهم خلوا لنا الباقي ديل، ادونا ذخيره وادونا السلاح ده. ما هو دي اوكرانيا عادي سلحت الشعب، مشكله وين؟ ما تخافوا الناس اللي قاعدين في حرم الجيش، ما تخافوا الله يرضى عليكم. يا ابو تنظف في امريكا وتنظف في الاتحاد الاوروبي والطريقه وتنظف في مجد. ما تخافوا يا زول، الموت ده واحد. والله انت لو اسد اقسم بالله لو جيت المحكمه يحكم عليك ببراءه يقول لك امشي. والله يب. لكن تكون هزيل كده وبتاع وزي الجداد الدقات مطره بقول لك 20 سنه سجن. والله يب. خليك زول شحم، زول نار عديل حريق عديل. فالمهم حاولوا يا جماعه. انا برضو في منطقه هنا دقوها بعد شويه، انا جاي لكم 1 باي 1 في منطقه في دارفور دقوها. اكتبوا لي المنطقه عشان تاكدوا لي الكلام ده، ناس كلهم يعني قاعدين موجودين هنا معي في اللايف، تحياتنا لكم. ليه قدام؟ طيب نخش في المفيد. تحياتنا والله للدعم، تحياتنا للدعم. الناس تعمل لايك كمان لايك. في واحد من كردفان برضه قلت لك الجنجبيل سليمان شوس يعني سمسم، نفس الزول الكاتر ولدك، نفس الكلب في رقبته قلاده، نفس الكلب. طيب قام يا زول الطيران خبطهم ضربهم ضربه من حديد، عشان كده نحن لما قلنا ادونا طياره واحده بس ولا طيارتين يجي في المحل ده، عارفين ان احنا الطيران ده بيشتغل، الباقي الفضل ده احنا بننظفه. نحن ما قلنا من فراغ، الطيران ده حقنا نحن، نحن شركاء في الدوله. ما نحن ما عندنا جنسيه مكتوب فيها جمهوريه دارفور الكبرى، ولا انت كشمال هناك مكتوب فيها جمهوريه يعني شمال السودان. جمهوريه السودان جمهوريه السودان، خلاص انت حاول الكلام ده كرر لكم 60 مره. الناس تساعدنا في البرنامج ده، دق ما قدرت ادق ان شاء الله ما تجيب لنا طياره، نحن ما فاضي، ادينا الذخيره وادينا السلاح وخلينا بس جيب السلاح وجيب الذخيره بس، ما بالضروره. اوكرانيا سلحت المواطنين، انت خايف من شنو؟ انت انا من الله خلقني ما شفت لي زول عسكري جبان، عسكري بتاع الجيش او ضابط جبان، اقسم بالله ده والله المفروض تمشي بيت امك. اي زول عسكري بتاع الجيش، تحياتنا لود الحوسه، والله يا ربنا يرحمك يا، والله الله يرحمك يا ود الحوسه، زول اسد ده العسكري اللي انا بعرفه. اي زول عسكري رخيص ده المفروض طوالي ياخذ 10 سنه سجن و500 صوت ويرفضوه بدون حقوق. عسكري ده لازم تكون نار منقد حريقه عديل تاكل الضرب. ما في زول ضابط في الجيش ولا